الفداء والتحية دوما لهذا الوطن في كل مكان، السودان، ولكل أهلنا ولكل أحبابنا في كل مكان. صحيح، بالتأكيد التحايا والتقدير والاحترام والتبجيل لكل القامات، لكل الذين يعملون خدمة لهذا الوطن الكبير السودان. السودان فيه شرائح كثيرة جدا، شرائح مختلفة بمعنى أنه الشباب والشيب والأطفال وحتى ذوي الإعاقة الذين عندهم أدوار كبيرة جدا حقيقة في هذا الوطن، والذين قدموا أيضا أنفسهم تضحية لهذا الوطن وفداء عن طريق السياسة، عن طريق الاقتصاد، عن طريق الإعمار، عن طريق التنمية والاجتماع. هذه الشخصية بالتأكيد أدوار عظيمة تختلف من كل الموجودين في كل العالم. دائما نقول بأن ذوي الإعاقة هم شركاء في عمليات التنمية بشكل كبير. هذا هو السودان الجميل الذي دائما يتميز، والتميز بالتأكيد لذوي الإعاقة أيضا وصل إلى أن وصل مرحلة برلمان قومي. هذا الحديث الذي بالتأكيد سنفرد له مساحة في الفقرة القادمة، ونحن نتحدث عن ورشة إدخال معينات ذوي الإعاقة في التأمين الصحي. سعيدين جدا أن يكون معنا الأستاذ عبد الجبار عبد المجيد رئيس لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة ببرلمان الشباب القومي. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الجبار. عليكم السلام ورحمة الله. والله سعيدين جدا في هذا الصباح المبارك نكون في قناة الشروق. تحية لكم وتحية لكل المشاهدين. أهلا بك كثير، أسعد صباحك بالخير. والبداية نحن يعني استمرارية الاحتفال ب يعني يوم الإعاقة، نتحدث عن بدايات ديسمبر، نتحدث عن أيضا الاحتفال بعيد الاستقلال، نتحدث عن حقوق لابد أن تكون للأشخاص ذوي الإعاقة في كل مكان، بكليات الاستقلال، بكليات الوطن، بحقهم الفريد من خلال هذا البلد. فنتحدث عن اللجنة ونتحدث عن هذا البرلمان الكبير الذي يحمي لهؤلاء النفر الكرام حقوقهم المختلفة ويبحث عنها في كل مكان لكي يتنعموا بها. تفضل. برلمان الشباب برلمان قومي أنشئ بقرار من جامعة الدول العربية، يضم مجموعة من اللجان عددها 17 لجنة، ونحن كأشخاص ذوي الإعاقة من ضمن اللجان في إطار احتفالات البلاد بأعياد الاستقلال وعيد الأشخاص ذوي الإعاقة الذي صادف 12 من ديسمبر من كل عام. في هذا العام احتفلنا بطريقة تختلف عن الفترات السابقة، وكل واجهة من الواجهات عندها برنامجها الخاص وشكلها بتاع الاحتفال مختلف من الجهة الأخرى. نحن في برلمان الشباب القومي بدينا بالحقوق، لأن مسألة الحقوق هي أهم من صح الجانب الثقافي والجانب الاجتماعي برضو مهم، لكن الآن في الوقت الحالي الحقوق هي الأساس، الحقوق أهم، ولأن الاحتفال بيمثل لنا انطلاقة لعمل فترة قادمة، عام مقبل جديد. فبالتالي قبل دخول العام الجديد بتعمل مراجعة أين كنا وماذا نريد في المستقبل وأين وصلنا الآن. فمن هذا المنطلق بدينا نرتب، بدينا بورشة بتاعت الأشخاص ذوي الإعاقة إدخال المعينات في التأمين الصحي نسبة لأسعار الباهظة وما صحيح. تمر به البلاد من أزمات، نسأل الله أنه يخفف إن شاء الله الأزمات وتخف المسارة. لكن برضو واحدة من الحاجات المهمة أنه المعينات لازم تخش التأمين الصحي عشان تكون سهلة في متناول الجميع. وده اللي بديتوا به انتم فعلا؟ بدينا به، وعندنا مجموعه من البرامج، في برامج اتنفذت وفي برامج ان شاء الله في الايام القادمه. الاحتفال صح البدايه بتبدا من 3/12، لكن احنا حاطين انه الشهر كله يكون احتفالات. تداخل الاحتفالات ذاته بيحقق لنا الكثير من المكاسب، لانه قضيه المعاقين اصبحت قضيه حقوقيه اكثر من القضيه بتاعت العطف والحنان اكيد في أكيد. الفترات السابقه صحيح. فبالتالي انه البرلمان وضع حيز للاحتفالات دي بطرق مختلفة في مواقع مختلفة، قضايا برضو مختلفة، نحاول نشرك فيها أكبر عدد من المواطنين، أكبر عدد من المؤسسات، أكبر عدد من المعاقين، كل زول في مجاله، كل زول يعبر عن القضايا الأساسية. ونحن بنراقب بنشوف القضية اللي وصلت إلى مرحلة متقدمة نوقفها شوية ونقوم نشوف الجوانب اللي ما أخذت حظها برضو، عشان انت برضو انت قضاياك بتشيلها مع بعض. صحيح، اذا اهملت جانب وسعيت في جانب برضو بيكون في تقصير، بيكون في خلل واضح. أيوة. عشان كده بنقوم بنلملم القضايا كلها
كل موضوع بنفرز له جزء معين من البرنامج، شكل البرنامج، آلية البرنامج، من هم الشركاء اللي ينفذوا معك البرنامج المعني. تمام. يبقى انه المسار لما يكون متساوي بيكون يعني او متوازي بيكون متساوي في شكل الوصول، يعني انك انت داير الحقوق دي تصل للكل، تصل للجميع، ونفرد مساحه بالتاكيد بانه الحقوق دي نوعا ما تكون فيها مشاركات. بالتاكيد احنا بنحييكم في يعني في هذه المؤسسه الكبيره الضخمه اللي هي بتجمع كل ذوي الاعاقه، واللي ايضا الشراكات المختلفه من كل الجهات الرسميه وغير الرسميه، واللي هي بالتاكيد عندها ادوار في انها تساعد وتساند ذوي الاعاقه. التامين الصحي انت ذكرته وانه في كثير من المعينات اللي هي مفروض تدخل في التأمين، فممكن تفرد لنا مساحة نتكلم فيها عن شنو المعينات اللي انتم دارين تدخلوها في التأمين الصحي؟ معينات كلمة شاملة، لكن بعدك بيجي تفصيل حسب الإعاقات. ايوه الإعاقات حسب التقسيم اللي وصلنا له نهائيا على مستوى العالم والتصنيف 4 إعاقات. ايوه الإعاقة الذهنية، الإعاقة السمعية، الإعاقة البصرية، الإعاقة الحركية. نعم. كل إعاقة من الإعاقات دي عندها وسائل بتختلف. نحن برضو ما كل المعينات بندخلها في التأمين الصحي، لكن المعينات الأكثر حوجة الأساسية المهمة الآن أنت لازم تبدأ خطوات في برنامجك، بتنفذ خطوة بخطوة. نعم. بتشوف المهم بتخطه في الأول، هذا بتيجي راجع تسلسل حسب درجة الأهمية. أدينا أمثلة كده. الإعاقة الحركية مثلا. أيوة. زينا هبشنا الإعاقة الحركية عندنا الكراسي، الكرسي نعم. المعروف. نعم. في المستشفيات اللي هو العجلة. نعم. عندنا العصايات، العصاية بأنواع، في العصا بتاعت الكوع وفي العصا بتاعت العب، في اللي بيقولوا عليها شنو المشاية. أيوة الأربعة، أربع أرجل دي. أرجل. نعم. في العصاية برضو بتاعت ناس بيستخدموا أكتر حاجة دي، ناس السكري. أيوة. وكبار السن عندها برضو أرجل. دي الإعاقة الحركية على سبيل المثال. الإعاقة السمعية عندهم السماعات. نعم. السماعات دي برضو هي بدرجات، في سماعة وسطى، في سماعة داخلية، في ناس ضعاف السمع برضو بيستعينوا بها. في الإعاقة البصرية عندهم برضو في وسائل تعليمية وفي وسائل معينة بتاعت حركة. العصا بتاعت المكوفين العادية المعروفة، العصا البيضاء. ايوه. حتى بعد ذاك في الأجهزة بتاعت اللابتوب. أيوة. جهاز اللابتوب الناطق. في الكمبيوتر الناطق. أيوة. في الموبايل الناطق. عندهم برضو الأجهزة بتاعت لغة برايل. أيوة. برضو معينات الكتابة. نعم. دي برضو جزء من المعينات اللي بتساعد الزول في حياته. برضو الإعاقة الذهنية عندها برضو بعض الحياة، وفيها تداخلات. برضو الإعاقة الذهنية في جزء منها بيخش في الإعاقة الحركية، وفي جزء منها متلازمة التداون والمعينات. نعم. بتاعت الأجهزة بتاعت الطبية بتاعتهم الخاصة. برضو عندهم الناس اللي عندهم القرح السريرية. برضو عندهم كراسي بصفة خاصة. بأحجام مختلفة. وسراير برضو بتكون. وسراير. دي جزء من المعينات اللي ممكن الناس بتقوم بتحصيلها. لكن يلا انت بعد ذلك بتيجي تشوف أكثر الحوجة وين. والأهم أبدأ بياته حتى في مسألة الصوم قاعدين نركز على الطلاب. باعتبار التعليم بنركز على الطلاب والناس اللي أعمارهم شبابية. ده أكيد يعني حوجته بتكون أكثر من نزول المسألة وصل السبعينات. ما معناه أنه أنت بتتجاهله، لكن بتركز على ده لأنه المستقبل. أنت في النهاية التنمية شاملة بالنسبة لك، لأنه وصل الآن برضو مستقبله. أنت بتحس بأنه المستقبل بيكون زاهر. صحيح. دار يشتغل، دار يقرأ، دار يواصل. دي جزء من الحياة أنت بتقوم بتخطها في الأولوية. عشان كده يلا برضو المعينات دي بتقوم بتقسمها حسب الأولويات، حسب خطة أولى وخطة ثانية، خطة مرحلة على مدار العام. نعم. طيب أنتوا الآن وصلتوا وين؟ ومن فكرة الورشة دي، وشنو الجهات المعنية الممكن تكون مساندة لكم، سواء كان من خلال الدعم عبر التأمين، سواء كان من خلال الإعفاءات المختلفة الممكن تصل، سواء كان من خلال يعني في مجموعة من الجهات اللي بتعمل في المجالات الخيرية المختلفة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف المعينات الحركية والبصرية والسمعية وغيرها. فوصلت وين الآن ودايرين تضيفوا شنو لي قدام؟ نحن في الجانب ده بداية الورشة كانت الفكرة بتاعت الورشة إنه نقوم نجيب أصحاب المصلحة باعتبارهم الأشخاص ذوي الإعاقة يعبروا عن الأشياء دي بتفاصيلها بكل معارفة، بالإضافة لشركاء المجتمع الآخرين. خدتين شركاء المجتمع برضو قسمناهم لاثنين، جهاز رسمي وجهاز شعبي. المنظمات، الجهات العاملة في مجال الإعاقة، في مجالات أخرى، دير خدتناهم إنه نصراء يناصروا في القضية دي. بالإضافة للجهاز الرسمي خطينا التأمين الصحي.
التأمين الصحي صح بيقوم بيديك الدراسات التمت بتفاصيله كلها، بعدها قال لهم ممكن الممكن يبقى شنو المتاح في السودان شنو وما متاح شنو، لانه برضه في بعض المعينات في السودان ما موجودة. ايوه ما موجوده. يلا بعد ذاك وكنت خطينا الحاجات دي في بتفاصيلها. الورشه كانت ذات بحضور وزير الدوله وزير ام سلمه، وكانت ورشه قيمه جد، الناس خرجت بتوصيات جميله جدا. خطينا برضو الممولين، ممولين في خطينا مستهدفين ديوان الزكاه، مستهدفين وزاره الماليه، مستهدفين ناس التامين الصحي برضو عندهم جزئيه من في برضو بيقوموا بها، مستهدفين شركات الاتصال، الجهات الخيريه ذاتها. في زول بيشاركك بافكاره بمقترحاته، في زول بيساهم لك بقرارات، يعني الوزراء دي ممكن يساهم لك بقرارات في الاعفاءات الجمركيه في الاحجات الجايه من الخارج. برضه تكلمنا في جزء من برضه كان ناس الاطراف الصناعيه، لانه عندهم جزء بيصنع داخلي. في ناس شركه جيات برضه عندهم بعض المعينات هم بيخشوا فيها بيصنعوها في الداخل. يعني كل الشراكات اللي احنا جبناها في جهات وصلتنا وفي جهات اكدت انه ما قدروا يوصلوا في نفس الزمن، لكن برضو اكدوا تعاونهم واكدوا شراكتهم واكدوا وقفتهم، قالوا يا جماعه تحددوا بالضبط محتاجين لشنو ونحن بنقف معكم. فبالتالي احنا حاسين انه القضيه ماشيه كويس، ماشيه في المسار الصحيح، لانه جهد الدوله براه ما بيكفي. نعم صح، الدوله عندها برضو التزامات وقايمه بجزء كبير من دورها، لكن برضو احنا بنلتمس العذر لانه الظروف العامه اللي بتمر بها البلاد السودان وغير السودان، يعني الوضع بيبقى برضه داخل، انت لازم برضه تشوف حلول اخرى، تشوف شركاء، كل زول تقوم تشوف انه حيساهم بشنو، تطرح موضوعك وبعد ذلك الناس بتشيل معك الشيله، لانه قضيه المعاقين قضيه كبيره وقضيه متشعبه، برضه لازم دايره تضافر جهود من المجتمع، من المنظمات، من الجهات الحكوميه، من غير الحكوميه، من الخيرين، والسودان معروف يعني بلد خير وافكار ومقترحات وكل نحن اي مساهمه ان كانت بالفكر او بالمال او باي قضيه باي جانب من الجوانب نحن بنعتبرها اضافه لقضيه المال. اكيد طبعا حتى الاعلام عنده دور كبير جدا طبعاً. جدا معكم كل اسبوع دائما يعني نستضيف يعني ذوي الاعاقه ونتكلم عن قضاياهم المختلفه، الانشطه اللي ما شاء الله هي كثيره ودؤوبه جدا يعني، وحركه موجوده عندكم بشكل جميل هي دلاله واضحه على هذا النشاط والحيويه اللي موجوده. عشان كده دائما بنركز بنقول انه ذوي الاعاقه هم يعني اساس حقيقه من اساسيات التنميه في البلد بادوارهم المختلفه والجميله الموجوده، واحنا بالتاكيد بنتمنى كل الخير والتقدير لهم. اخيرا الورشه هل هي اتعملت ولا هتتعمل ورش ثانيه لقدام؟ عملنا الورشه بتاعت التامين الصحي بالتحديد. في ورشه جايه ان شاء الله، ورش جايه علشان نكون على علم. جاي ورش وبرامج كبيره. احنا هنكون معكم فيها في مواقع مختلفه، ومرحب بكم في اي زمن. نعم تعالونا ومعكم اخرين. اكيد باذن الله. كله الاعلام احنا ان شاء الله يعني واثقين انه الاعلام برضه بيقوا متفهم للقضية. أكيد طبعا أكيد إحنا معكم قلبا وقالبا بالتأكيد. إحنا بنعول له أكثر من الجهات الأخرى. لا لا. لأنه الإعلام بيوضح الحقائق، بيشوف بيوضح المسائل، إنه الناس وقفت وين، ما وقفت وين، الجانب اللي فيها تقصير الجوانب، ما من باب اللوم لكن من باب إنه توضيح الحقائق. توعية كل زول، التوعية دي أهم حاجة في المجتمع. أكيد أستاذ عبد الجبار، إحنا من يعني هذا الكلام وبدورنا الآن أنا وماريا في الإعلام من رسالة لكل المجتمع السوداني، رسالة لكل الشركات، لكل المؤسسات، للدولة نفسها، تفعيل القوانين مهمة جدا جدا لذوي الإعاقة على مجالات مختلفة، في مجال الطرق الشرطة عندها دور في أنها تساعد في مسألة المرور لذوي الإعاقة، المطار، كل الكلام اللي إحنا كان تكلمنا عنه بفترات سابقة. نأمل إن شاء الله أن كل الشراكات دي تكون موجودة، كل جهة إذا هي ساعدت بدورها أنها تساعد ذوي الإعاقة هيكون مجتمع إن شاء الله ما هيكون فيه أي مشاكل، ذوي الإعاقة ما هيكون عندهم أي صعوبات في المستقبل. بالتأكيد إحنا معاهم في كل مجالات حياتهم، من ورش، من دورات، من كثير من الأمور اللي هم بيفكروا فيها، ونحن بنعرضها بإذن الله عبر قناة الشروق بصفة خاصة. شكرا أستاذ عبد الجبار عبد المجيد رئيس لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة ببرلمان الشباب القومي، شكرا لك وتحيانا لكم، كل عام وانتم بخير. والله يا أخي أنا أشكركم كثير، وتحية لكم وتحية للمستمعين برضو مجددا والمشاهدين والأشخاص ذوي الإعاقة، ونحن برضو برامجنا إن شاء الله برامج كبيرة جاية في المستقبل إن شاء الله. عيادة الاستغلال برضو عندنا لها مساحة خاصة. أكيد. أفردنا لها لجان، والآن اللجان شغالة في كل لجنة عندها تفاصيل مختلفة، ونحن ما دارنا نطيل، لكن نتمنى أنه
نتقابل في مساحات أكيد أوسع. بإذن الله يعني معكم إن شاء الله. ومرحب بكم وشكرا جزيلا ثاني. شكرا جزيلا لك التحية أكيد والتقدير. وبنقول لك وبنقول لكل الأشخاص ذوي الإعاقة، هي الإعاقة ليست إعاقة حركية ولا سمعية ولا بصرية ولا بتفاصيل مختلفة، هي إعاقة فكرة، إعاقة مبدأ، إعاقة تفاصيل مختلفة لنظرة دون الإنسانية، بأن تنظر للآخر بأنه غير منك أو هو شخصية مختلفة تماما أو هو ينقص شيء. هم متكاملين في كل التفاصيل، هم مبدعين في كل التفاصيل، هم أصحاب بصمة خاصة في المجتمع بتنظر للإبداع والجمال والثقافة والفكر والرياضة. خلينا نقول مؤخرا يعني كان في فريق كرة سلة للمعاقين حركيا أيضا، يعني له منشط مختلف. خلينا نقول إنه المناشط مختلفة في كل المساحات الفكرية والثقافية والرياضية. التحية دوما للجميع بكليات الأشخاص وبكليات السودانيين في كل مكان. جميل.